السلام عليكم متتبعي قناة لوبانيتا شانيل، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير بوب كيك اللي لابد ما يكون في المائدة ديال المناسبات بحال عيد ميلاد او اي مناسبة خاصة. الى بغيتو تشوفوا الطريقة كيفاش حضرتو تابعوا معايا الفيديو الى النهاية. بسم الله على بركة الله غادي نبداو بطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحتاجوها هي كيكة، اي كيكة معتمدة عندكم، من الافضل تكون الكيكة ديال اليوغورت، يعني كيك ما يكون فيه منسمات بزاف، فقط الكيك تاع اليوغورت وكيبقى الاختيار لكم اي كيكة كترتاحوا فيها او كتبغوا تستعملوها. كناخد ديك الكيكة ديالي وتنقطعها بهذا الشكل هذا اللي تشاهدوا معايا في الفيديو، كنقطعها قطع صغيرة بهذا الشكل، كنبقى القطعه جيدا حتى غادي نكمل الكميه كامله. من بعد ما غادي نقطع الكيكه ديالي كامله غادي نوضعها في الاله الخاصه بالعجن، لا العجانه ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نعجن نخلط هذه الكيكه ديالنا جيدا حتى غتولي على شكل عجين متماسك كما كتشاهدوا معايا في الفيديو الان. وبعد خدمت العجانه ديالي او الاله ديال العجن ديال العجين الخاصه بالعجين وبديت نخلط جيدا، كنبقى حتى غادي تولي عندي عجين متماسك بهذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. فهاد المرحله هذه غادي نحتاج واحد اي نوع من الشوكولاته ديال الدان، يعني الشوكولاته اللي كندهنوا بها الخبز ديالنا الاولاد ديالنا في الافطار ولا في الكوتي. المهم وكنبدا نضيف ملعقه بملعقه وكنعجن بهذا الشكل هذا، كنستمر جيدا، كندخل داك الشوكولاته جيدا في العجينه ديالي وكنوصل نحصل على عجين بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نبدا ندير نشكل داك العجين ديالي على شكل كويرات اللي تكون متساويه الحجم، ومن الافضل نعبروها بالميزان. انا شخصيا غادي نعبرها بالميزان باش يكون الشكل ديالها مقاد. درت في كل واحده فيهم 42 غرام كما كتشاهدوا معايا، وتبقى الاختيار لكم ديروا حجم اكبر ولا اصغر كيبقى اختياركم الخاص. من بعد ما غادي نكمل الكميه ديالي كامله غادي ندخلها للفريزر لمده 5 دقائق كامله. غادي ندخل هاد العجين ديالي من بعد ما شكلتها على شكل كويرات للفريزر لمده 5 دقائق. من بعد 5 دقائق غادي نعاود نخرجها باش نكمل التزيين ديالها. بالنسبه للمرحله الجايه غادي نحتاج هاد العويدات ديال التزيين ديال البوب كيك، راه تيتباعوا بهذا الشكل هذا، وغادي نحتاج كاندي ميلت وحده في البينك في الغوز وحده في اللون الابيض. ولا ما توفرش عندكم هذا النوع هذا ممكن تستعملوا بديل الشوكولاته او اي شوكولاته كترتاحوا ليها. وغادي نحتاج في التزيين ايضا هاد الاشياء اللي كتشوفوها معايا، ممكن يبقى التزيين اختياري ليكم، ماشي ضروري ديروه بالطريقه اللي غادي نديرها انا. اول حاجه غادي ناخذ هاد الشوكولاته البيضاء وغادي نوضعها في الميكروويف لمده دقيقه واحده حتى غادي تذوب ليا جيدا. غادي ناخذ داك العويدات ديال التزيين وغادي نبدا نوضعهم في الشوكولاته البيضاء بهذا الشكل هادي، كندخلهم في الكيك ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا، كنضغط جيدا داخل الكيك. بالنسبه لهاد الزوائد تاع الشوكولاته راه ضروري نمسحوها في الاخير باش ما تخسرش لينا الشكل النهائي. غادي ندير واحده اخرى بنفس الطريقه في الشوكولاته البيضاء، ومن بعد كنضغط في الكيك. وكما قلت لكم هاد الجوانب تاع الشوكولاته تخرج لينا ضروري ما غنمسحوها جيدا باش ما تغيرش لينا الشكل النهائي كما كتشاهدوا معايا. غادي نزيد واحده اخرى بنفس الطريقه باش نوريكم جيدا. صافي كنضغط بهذا الشكل هذا جيدا. دابا من بعد ما كنكمل هاد البوب كيك ديالي كامل غادي ندخلهم للفريزر لمده 10 دقائق اخرى، يعني غادي ندخلهم مده 10 دقائق وغادي نعاود نخرجهم باش نزينهم مره اخرى، يعني نزينهم بالشكل النهائي ديالهم. بالنسبه للتزيين النهائي الى جانب الشوكولاته ديك الغوز والبيضاء غادي نحتاج هاد الشكيلات هادو
باش غادي ندير اللمسات الاخيره ديال التزيين. هاد المشكلات اللي وليتكم في الاول انا وضعتهم هنا دابا في هاد الاطباق الصغيره باش يتسهل عليا الخدمه. وهنا هذه هي الشوكولاته اللون الوردي، اللون ديالها وردي. دابا غادي نحتاج هاد الشوكولاته في هاد المرحله. دابا بعد مرور 10 دقائق ومن بعد ما خرجت داك البوب كيك ديالي من الثلاجه من الفريزر عفوا، تنوضعو بهاد الشكل هذا في ديك الشوكولاته البينك. انا خدمت واحد الكميه كبيره، هذه النهايه صورتها لكم. صافي كنبدا كنحيد داك الزوائد تاع الشوكولاته، كنضرب داك بشويه في داك الكاس ديالنا. انا قلت لكم ضروري ما يكون الكاس طويل، ضروري ما يكون هذاك الكاس، الكاس اللي غادي تستعملوه طويل يعني عالي باش يجي تسهل عليكم الخدمه. صافي من بعد انا زينتو بهادو ديال التزيين خاصين بالتزيين كما كتشاهدوا معايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البوب كيك ديالي من بعد ما كملت التزيين. بالنسبه للتزيين استعملت جميع ديك الاشياء اللي وريتكم الخاصه بالتزيين، كل وحده واختاريت لها الشكل وطريقه، وكيبقى الاختيار والابداع ليكم نتوما تختاروا الشكل النهائي اللي بغيتوا وكيفاش بغيتوا داك البوب كيك ديالكم يكون الشكل ديالو. وتقدروا تستعملوا الوان مختلفه واشياء مختلفه. وإلى عجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتبارتجوا الفيديو مع الأهل والأحباب. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو مقبل.